مساكم الله بالخير. اليوم حلقتنا كلش غير العادة، السماء فيها قمر واحد. اليوم عندنا ثلاث أقمار، عندنا والد درويش الإعلامية المعروفة، وبيبي العبد المحسن، ومريم العبد المحسن. حبايبي مشرفيني اليوم، الله يشرف مقداركم، ما قصرتم، يسلم عمرك على هالهي الحلوة. وبنطبخ لهم أكلة يمكن غريبة عليكم شوية، أكلتين هم مو واحدة، واحدة على ما قالت بنيتنا بيبي أبي شيء في لغاويس، هذه بتكون قمة اللغاويس. أموت على اللغاويس. وواحدة لا، هي أكلة أصلها من سيلان، الدياي بنسويه بالبرق الموز بس على طريقة مختلفة، طبعا مع إضافات كويتية شوية. كل شيء من يدينك حلو. الله يسلم عمرك. طبعا أختنا وال ما قصرت، دشت علينا صينية متروسه من هالخبز العجيب، كل ما فتحت واحده شيء على جبن وشيء على تمر وشيء خبز عروق، شيء مبدعين فيه. ما ابي اقول لكم عن نوال لان هي معروفه اساسا. الله يسلم عمرك. اما بنيتنا بيبي صعد نجمها فجاه واخذت كل الانوار عندها، فعشان كذي قلنا نبيها اليوم تشرفنا ببرنامجنا. ومريم لها مشاركات في الطبخ. راح تساعدني اليوم شوي بالطبخ، بس طبعا الحين ما بيها تلغ وسط ايدينها. عندي المدام كماري، تفضلي. خليني اقول لكم اليوم طبختنا عندنا، طبعا احنا مجهزين مسبقا بس هذه بنقول لكم عشان تبين قدامكم. عندنا الديايه، وانا ما ابي اجيسها بديني عشان لا التلغمط اليوم، لان فيها شويه مساج حق الديايه. طبختنا اليوم بنسوي حشوة حق الدياية. الحشوة يمكن تكون غريبة، وتتبيلة، التتبيلة هي كزبر وشبنت عدل وثوم وزنجبيل وشوية بابريكا وبهار العادي مال البيت وملح وكركم، شوية صبغ الزفران عشان يعطيها لون، وبهار الدياي. بهار الدياي نفس البهار العادي بس مزيود له شوية. هذا شنو بداوت؟ هذا اللي هو مجموع هذولي. أوكي. عشان ما احط لكم ماكينه انا كثر ما اتضايق برامج الطبخ اللي يطحنون ما لها سالفه. فاحنا اليوم انا بنسوي عن هذولي 1 2 3 4 عدل مع البهارات، راح نخلطهم هني ونضيف لهم الليمون. شويه صبغ الزعفران. البصل مسوي حلقات ومسوي مفروم. هذا الحلقات الحين بتنفرش تحت. هذه الحلقات بتروح هني. اوكي. عشان تحت الدياية. زين، وهذا شنو الاخضر؟ ورق هذا ورق الموز. ايوه هي هي الطعم مالها بس يكون ورق الموز. فالحين كل اللي بنسوي هذه ديايتنا. اول شيء بنسوي التتبيله، التتبيله قلنا لكم نخلط هالمجموعه مع بعض. اطلع عندنا هذه التتبيله. يلا يا كماري تفضلي. ما بغينا نشوف كماري فيس تو فيس. يلا شيلي هذا عنك. أنا بسوي لكم الحين الحشوة اللي هي تصير داخل الدياية. أوكي. طبعاً أنا اكتشفت مؤخراً أن بيبي ما تاكل التشيكن ليفر. كل شيء. اليوم. فاليوم بس ما يخالف اسمعيني، لكن الطبخة الثانية بتعجبك إن شاء الله. إن شاء الله. إنزين، عندنا يلا كماري هذه، هذه المعجون اللي خلطناه اللي هو عبارة عن كزبر وشبنت وثوم وزنجبيل وبهارات وليمون وملح وصبغ الزعفران. الحين بحط شوية ليفر هني. اي نعم، فوق وداخل كلها، خليها مول مسجيها مساج. ابو داود شنو هذا؟ زرج ماشي يقولوا له هذا الاحمر. الاحمر لا، اي هذا الاضافه، هذا جرامبري. اللي هو الحامض هذا بيعطيها طعم سويتنس وحلا. أوكي. هم بنحط منه بالحشوه شويه. تبيني اساعدك؟ لا لا ما بيك الحين تلقوسين يدينش بعد شوي. وهذا بصل محموس، طبعا كلنا بنعرف البصل محموس بس على ماي عشان الحشوه داخل. أوكي. وهذا شوية شبنت وشوية. والله المطبخ حلو. كزبر حلو إذا كل شيء مرتب. وأنا أقول لهم الحين بناتنا بالكويت، أقول لكم مدام عندكم المساعدات اللي هم الشغالات في البيت يسوون لكم كل شيء عدل. بس الواحد على يعني ساعات على المزاج. ها إيه المزاج شوية والمساعدات. شوية زنجبيل، شفت نفس الخلطة حطينا منها بالحشوة، شوية زنجبيل شوية. أنا لاحظتك بداود تحب الزنجبيل. أي يشيل الزفرة ومفيد بنفس الوقت. إيه. وشوية بهار مخلوط وشوية بهار الدياي اللي فيه مزيود لهذا. تعلموا. وشوية كركم وشوية ملح، هذا حق داخل بطن الدياية الحشوة مالتها، وطبعا شوية من عصير الليمون. لقمطيها كلها، زيديها زيديها، أعطيها أعطيها زود عشان أنا بعطيك هذه الحشوة الحين.
حشوة كذي جاهزة، شفتوها؟ كلها جاهزة، كل شيء فيها. البصل العدل هذا موجود بالخلطة نفسها. اي اوكي. فاحنا اذا عشان تعرفون المقدار بالضبط، كوب بصل، شدة كزبر، شدة شبنت، وبهارات مشكلة حسب الرغبة، والزنجبيل والليمون وملح، وصبغ الزعفران شوي، وبابريكا. اوكي. اوكي؟ يلا. إذن الواحد شلون حق اللي توهم بيتعلمون طبخ، شلون يعرفون الفرق بين صبغ الزعفران والثاني نفس الشيء؟ لا، صبغ الزعفران من غير ريحه بس. لا بالشكل اذا طرشناهم الجمعيه ما يعرفون، ما يبيعونه ذاك الزعفران، ما يبيعونه مطحون، لازم خيوط. اوكي. وهذا يبيعونه مطحون كذي قريشات صغار، وطبعا هذا مو سعر ذاك، هذا سعر رخيص، هو فود كلر يعني. بعد فيها حاصل الجمعية يفشلون ما يعرفون. عيال هالوقت. يلا فيها. ما نعرف مين بتبرى خيط. لا مريم بسم الله عليها زينة تعرف. اي مو احسن نخيط عشان نربط لي ولها. ردينا لكم مرة ثانية، تبلنا الدياية شوفوها، وكماري الحلوة خيطتها وزدت عليها هذا يعني. وزدنا عليها اليوز عدل. صاج اختينا حطينا منها اليوز، لان خالد نسيت لا احطها بالخلطة، فحطينا منها داخل. يلا حطيها هني في فراشها على ورق الموز والبصل. هذا الورق من وين؟ من الحين صار بكل مكان، اي مكان يبيع الاورينتال فود يبيعونه. احنا ما شاء الله مريومة تحب المطبخ. يلا حطيه عدل، خليه يصير فوقه، بعدين نعطيه شويه الصلصه بعد كذي ما تكتونها عليها ولا لا؟ هي بروحها طلع بروحها. يلا واخذ شويه هذا ما شاء الله. وباقي الكزبره نفس الشيء فوقها. عاد بيبي بغيت تجيب ملوتها ايش يسمونه؟ ايش انتو ديانا؟ يا حليل. انا سمعت انك تحب الحيوانات الاليفه. اي والله انا احب كل الحيوانات، استانس منهم. لان اقول لكم البهيمه رد الونس، ومهما على قولتهم ما ياذيك بس يسمع كلامك. اي أيوة والله صح. ونسون. حطينا شويه يوز فوقها عدل، ونزيد الباجي كذي حق اللي يحب اليوز وياها. عاد مفيد والله هذا. حلو. نعم. وبعدين عندنا الليمون، شرايح اللومي. شو الفرق بين الاخضر والاصفر؟ الناس ما تعرف. اللايم والليمون لا، حتى الطعم يختلف ترى. والله هذا مور سوري، وهذاك مور يصير مور سوري اكثر حموضه، عشان لا يقولون احنا نتكلم بالانجليزي. هالايام ذابحين لا تحجب بالانجليزي. انزل انا ليه صاروا اللي قاعدين وياي يعرفون انجليزي؟ ما حاجيهم انجليزي. اي والله. ليه صاروا ستايم مثل اللي اسمه ما ياخذون ولا يعطون؟ ايش اسوي؟ لازم بعد على الاقل تحجب. لا والله عاد انجليزيتك زينه، مو عاد هذول اللي يتحجون قصب انجليزي. ايوه. ونحط عليه شويه كرامبري، شوف ايش حلوه صارت الحين، عشان يعطيها على قولتهم حامض حلو تصير. وطبعا انا احط شويه بابريكا عشان تزيد اللون. تطلع لون الذوب يعني. حطيت انا عليها ليمون شويه. ايوه. وداود كنا ليمونك غير لونه ابيض مو مصفر. لا معصور. معصور ومشخول. اي اقول عاد احنا ربعنا هني لازم. جبناها كذي، جبناها كذي ان شاء الله، جبناها هالشكل وكذي. يوم ان شاء الله باكر هذه طبختنا. باكر هذه طبختي وبيب راح تسويها انا ان شاء الله. حلو. يربيها والله صدق لذيذه بتكون. يربيها كلش مو صوب المطبخ. انا اطبخ لكم اياها ونستشفى عليكم. تعرف تطبخ؟ والله عاد انا ابو داوود طلعت من بيت ابوي، مو اني ما اعرف اطبخ، ما ادل المطبخ اي صوب صاير. بيت عمي حسن مشهورين طبخهم حلو. شفت شلون؟ والله الله ايش سوي، سلم عمرك. كلش بس بعد الدنيا اتعلم. فاجئ. اي والله عشان هالعيال. الحين هذه ديايتنا جاهزه، بنحطها في الماعون مال الفرن وندخلها ساعتين، بس انا ما راح انطرهم ساعتين، احنا مجهزين من قبل عشان لا تقولون جاهزين لكم، جاهزين. بس بنبتدي بالطبخه الثانيه، خلكم ويانا مع حبايبنا اللي موجودين. نشوفكم بعد شوي. ردنا لكم مره ثانيه، الحين بنسوي الطبق الثاني على قولة بنتي بيبي اللغاويس. مش لغاويس قوي يعني، بس لنا شيء في اجبان وفي شغل ثاني في، فهو عباره عن كاسرول بنسوي اسمه العيش المدلل. إيه بيكون فيه الدياي عدل والشبنت والساور كريم والجبن عدل. هذا الدياي
عشان مدلل يعني جميل. مدلل لاني اللي ياكل لا في عظم ولا يلده ولا شيء، مو المال اكل صحه. وبعدين عندنا العيش المدلل اللي نسميه هذا عيش بيبي، بسوي له اياه في فقع ولحم عدل، ونفس الشيء بدال نحط فيه تحت نحط فيه الشبنت، بنحط فيه مشروم عشان يناسب مع الفقع. ولا تقولوا لي ما يصير الفقع مع جبن، لا يصير، لان تاكلون بيتزا والفقع ولد عم للمشروم، والمشروم مع جبن مع العياره هالكويت. عدل كلامي؟ يعني شلون حطه؟ لا حطيته وذوقه بيصير زين. بس اللغاويس معناته كل شيء مع بعض. نعم. مدام جايتنا بيبي اليوم مريم الغالية وأمهم الحبيبة. الله يخليك. لا سمعت بيبي تقول حق مريم حفظي حفظي هذا يبقى بصل مكرمل يعني محموس بماي، اللي هو هذا عقب ما تحمسونه بالماي يصير هذا نفس الحشو، يصير ما الحشو بس بدل ما أطول عليكم وقعد شربك شربك تحقق هذا هو زاهب. حطينا شوية زبدة هني وشوية زبدة هني، فأنا بحط شوية هني. قوم وياك شوفي طبخة لغاويس قاعدة. أقوم وياك بداود ولا يلا بتبي تطاوليني؟ يلا تعلم بعد يلا. بس ننطره يحمى شوية. ايه ها خلبي بتساعدكم طبخة. هذه طبختي تعالي عيش بيبي. انا بارت اللغاويس دي. الحين هذا بنحط فيه الدياي، هذا بنحط فيه اللحم والفقع. اوكي. او بالعكس نحط فيه، لان هذا اغزر حق الفقع. الحين الفقع تبي الفقع. اي نعم اعطيني اياه. اوكي هذا الفقع بس ما زلت عنا الماي كماري. شوف شلون كماري. ما عليه ما عليه، راح نستخدم الماي حق العيش عشان يعطينا اكثر. اي اي انا اذكر يوم كانوا صغار ذيك المره قاعد اقول بالسناب. نعم. اللحم والدياي المعكرونيه والعيش الفوح ما الماي ما كبته، احطه برضعاتهم وخليه بالثلاجه بس خوشي مغذي. اي والله. وعقب ارد اسخنه شوي كذي احط معون ماي حار واخليه لما يدفى واحط الحليبه البودره. يما عشان كذي ما شاء الله كانوا مربربين. الحين بتقولين بطاطي، قلت لها مو بطاطي غزلان بسم الله عليهم. حطينا شويه فلفل اسود على الفقع، ما حط فيه بهار ثاني لان اللحم هو محموس بروحه. عدل فيه بهار بس شويه فلفل اسود هني. هذه للحمى، كل اللي بالكويت نعرف نعرق الحمى بصله شويه بهار ونحطها على الجوله لين تنضى تصير مستويه مو اللي ذايبه. فانا بدل ما اطول عليكم حمسه. وهذه يا جماعه الحمنيه كاهيه تطلع لها بصل وبهار، هذا الدياي وهذا الدياي اللي هو قبالهم. فهذا بنحطه هني زين ونخليه يحمس. وهذا بنضيف له من بهار الدياي شويه. ابو داوود الماعون هذا الدهن. ايه؟ انا ادموت على الشغلات كذي. نعم. شويه من العيش كذي يعطي لون وتحط فوق. هم حلو. فوق العيش كذي حطينا شويه بهار مخلوط وشويه وحط شويه كركم لان الدياي. ايه؟ عدل الدياي هذا نفس الطريقه اللي سويتها عرقته. هذا الدياي الني اعطيني اياه. ايوه هذا الدياي الني شوفوا، وهذا الدياي عقب ما تعرق. صدور دياي وبصله وشويه بهارات وحبيبة ملح عقب ما يقضى أو حتى من قبل لين يشرب ماية غادي كذي. وهذا الأكل إيه ريحة حلوة حلوة إيه حلوة. مساء ألف مباركة جميلة. هذا كنا بيصير وايد على البصل عشان يلمل يطلع طعم البصل فيه. تبيني حمس وانت تسوي شيء ثاني ولا؟ لا بس خلاص عشان لا تسمح في الريحة ما في حمس. بالعكس خوش بخور خوش بخورة. ننطرهم دقيقتين او ثلاث بس تطلع ريحتهم عدل ونكمل نسوي العيش. اكشن الحين مره ثانيه مع عندي مساعدين. هي بناتي يا معاوناتي ما قصر. هاي بيبي. يلا بيبي برش المعون الزيت. يلا يا مريم خلطي الساور كريم مع الجبنه مع الكريمة السايله كلها ابوي. اي وانا الله يسلمكم ابى اخلط هني الماعون الكبير بحط فيه الزرشك اللي هو هذا على قولتهم التوت البري الاحمر. داوود تبي الاطراف بعد هني ولا؟ اي كله يبقى كله هو مثل الكازرول. هذه بتصير الطبقه الفوقيه حق العيش. الله يعافيك يا ابو داوود اللي خليت بيبي تدخل المطبخ. لا والله لو عن طيب نفس ليلها بعد مستانسه. هذا الشيء العدل. نوري ابو بندر اني سنعه واني اعرف اطبخ. شوف ساعه المباركه. وهذا العيش اللي بنشبنت سويناه. شفت شلون؟ يعني الحين شلتوا عني نص الوقت جزاكم الله الف خير. يا مريم حرام هذا طعش كثره. نعم. ايه حرام. ما ادري ابي زهره. مشكوره.
اذا كان ثك تقدر نزيده شويه كريمه، بس انا خايف الديماتكم تدمر. لا عادي. وهذا يا جماعه اللي بيكون بالارضيه مالت المشروم، حطينا بارضيه الفقع، حط شويه مشروم نخلطه وياه. عشان المشروم، عشان المشروم شو يحب؟ يحب شويه فلفل اسود. ايه. ويحب شويه زبده. المشروم على ماعون واحد ولا ماعون بس؟ ماعون واحد. ماعون واحد. اللي فيه الفقع. ايه. اما الباقي لا ما يحتاجون. ابو داود في يعني بالطعم بين المشروم والفقع؟ اي في فرق. أيه. بس ولد عمه. ولد مثل مثل بس ولد عمه خليصه. اي مثل اي أيه. مثل أيه. مثل الزبديه والحلوايو. اي شنو حلوايو؟ الحلوايو زبيديه بس سمراء لونها وسعرها ارخص. يعني كويتيه خليجيه. اي اي اسمها اسمها يسمونها حلوايو قبل. اي إيه. وهذا نبو احنا واقفين بالسوق يقول واحد ليش؟ ليش هالزبيدي لونها اسود؟ قلت له هذه مو زبيديه يبا هذه حلوايو. كان يقول لي يعني طعمها في سويت؟ قلت له لا هي اسمها حلوايو. الحين جهزنا هالشكل يبا جاهزين وبيبي ما قصرت. ها شلون؟ لا زيدي شويه هم بعد. ايوه اي عشان نبي شويه يصير فيه كذي. اي اي كل ما تقدرين ننزل عليه شويه. ايوه الحين هذا بيبي اللي بنحط فيه، هذا طبق بيبي اللي بنحط فيه الفقع، فحطينا فيه العيش والمشروم. لا لا بس واحد، الثاني بنحط فيه الشبنت. اوكي بتحط طبقات. ها اي نعم. زين وشنو بينهم؟ الحين اوريك ان شاء الله. هذه حطينا كذي وهذا حطينا فيه الشبنت. اه كل معقول. عدل مريم حل حل والله صار راهي العيش، فانا بس ما ودي يصير طبقه العيش وايد كبيره لان بنزل عليها ال ريحه الشبنت. روناك معقول هناك بعد تخلطين. هذا بيبي راح تسوي هذا اللي فيه الشبنت بننزل عليه يبد دياي حمسه الدياي. شوف ايش كذا تاخر عاد انت واسيد. هذا الدياي ابو داوود دياي اللي حمسناه مع البصل. اي مع حمسه البصل. والحين عاد هو العيش الشبنت حلو يا الدياي. ايوه يفخر وياه. خليني يصير استخدم انا. ايوه واسي يبا كذي زين ولا بعد؟ لا قد حبيبتي تمام. وهذا طبق بيبي اللي بنحط فوق الفقع لان في مشروم في ارضيته. فقع ولحم. هذا لو بالبيت احنا كان انا ماكله نص الحين وانا احط. زين ذوقي عادي ترى احنا عادي احنا مو صيام الحين. صح بس احنا نحب نرد برمضان بس احنا مو صيام. على عمرك باب الصراحه. ذوقي 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 الدياي قول لي بس قول لي شلون طعمه. زين هذا الثاني بعد اسويه؟ لا الحين خلينا نشوف اذا ما كفى. اذا ما كفى حطه انا وياه. ها جود تمام. وذوقي هذا بعد اللي فيه المشروب والفقع. عاد بيبي ما يعجبها اي شيء ولا اي طبخ. هذا احلى. يا هذا بيبي كسر الزمور بس بس يعني ايه هذا مع الزرشك فوقه. يما عفية حفظ المقادير. لا انت روح سوي لهم اياه. انا ناوي خليها هي تسوي وعجبها. ويش ناوي علينا ابو داوود. يلا خليها تسوي ومريم بسم الله عليها. ترى والله طبخه سهله ترى بس يبي له شويه الواحد زين يعني شوي يشغل مخه. اي وشوف نفس مو اي طبعا يعني طبعا اكيد. شوف شلون صارت الطبقات فيها الاحمر وفيها ناس بعد يحطون زعفران ناس على حسب ما تحبون بس انا كذي حبيت هالشكل. عيش ابو داود انا لما اتابعك على السناب احس ان طباخك سهل وبسرعه بسرعه. وهذا هو بس هو على الايد اللي تطبخ على النفس. انا زيد شويه عيش مني شويه من يومه. شنو اي عيش؟ هذا عيش ساده. اي عيش مفيوح بس ما يملح شويه زيت ما في شيء عشان ياخذ الطعم كله لانه بياخذ الطعم كله. بس ابو داود الزرش هذه اكله صح في ناس ما يعني انا ما احبه وايد فعادي نشيله. لو قلتي لي كان حطيت واحده من قطع. لا لا دام انك انت اللي مسويها حاكله طبعا. سلم. بس هو يعطي طعم مزاز حق امي. هذه روتات حق امي لما نسويها بالبيت. يعطي شويه شويه حموضه الحين عاد بس بنوخر عنكم هالماعين. يلا روحوا استريحوا. يا ربي اقول لك بسم الله عليها هناك بامريكا ما تعلمت الطباخ عكس اخوها.
اخوها طباخه حلو؟ اي والله بسم الله عليه. ولا واول ما اروح لهم اول يومين بس تنظف بهالشقه وهالكبتات ما شاء الله، وبعدين طبخ لهم. هم معروف الريايل طبخهم احلى من طباخ العريس صراحه. وانتم روحكم انتي البنات معروف. وبعدين نشيل قبل لا نرد ونطبخ ونحط بالفريزر حقهم. هذا هو نحن كله بنسوي كذي. وكله كاسرين خاطرنا. كله وعليه ما ياكلون، الله يرحم ما ياكلون. واحنا اللي ناكلها عقب، غسال وطباخ واذيه. اي والله. و ما شاء الله. كأنها لازانيا. لازانيا كويتيه بحرينيه، هو اصل طبعا والله تعلمته بالبحرين عندهم. ما شاء الله. بس انا طبعا سويتها على فقع عندنا هني بالكويت. هم ليش ما عندهم هناك فقع مثلنا؟ بلا موجود بس إيه؟ انهم كانوا يسوون اساسا على الدياي. اكثر ناس ناكل فقع احنا وهالقطر بعد إيه؟ والسعودية إيه؟ كلهم وحدها البحرين. ما شاء الله السنه خير من الله. الخليج كله في فقع. والله السنياتنا بعد شوي ايدينك يا بنيتي يا مريم فيها البركه. كف انا هقيت بتشوفي احنا حاطين معون زياده قلنا يمكن ما يكفي. ايدينك فيها البركه. هذا هني جاهز معوننا طبعا عشان شو بس ننسى هذا معنى اللغاويس. انواع الجبن. انواع الجبن طبعا بعدين لما تستوي تذوب. نعم. ها بيبي قاعد تشرحين عن طبخ. ما شاء الله. واحد بالدياي وواحد بالفقع. النوع الصحنين نفس النوع ها؟ اي اي ليش في ناس يخلطون بين المزريلا وبين الشدر يعني خلط. لا انا هذا خلط مزريلا وشدر مع بعض. هذا فيه ملوحه شويه وهذا ماسخ وسايح فالمالح يزيد على الماسخ وتعدل. انا بروح احطه كل الجبن احلى. كله وعقب عقب ندخلهم الفرن. وهذا اخر شيء الصماق الحين. نعم عشان يعطي لون. كله مستعيله ها. مو بس انتي كل ابونا كذي ما تعرف ايش بيصير بالتالي النهايه شنو. وي ولا دشيت المطبخ تراوال الفلبينيات تضيق خلقهم تصق فيهم الدنيا. يا عشي ما في بس اتحلطم وكله ابي شغل بسرعه بسرعه. شويه صماق. صماق حامض يعطي لون كلر بدل ما نصب عليه بيض نصب عليه مش عارف ايش لهو الحين بيصير ويعطي شويه حموضه بعد. ايوه وسلامة عمركم. هذا خلصوا بندخلهم الفرن ونشوفكم حزة النكهة. طبختنا جهزت ما شاء الله وطبق بيبي خلاص والثاني اللي بدي خلاص ودي الحين عاد نشوف شلون صار. احنا مسويين طبعا ثنتين عشان ما ناخرهم بس بنفتشه شوي شوي. هو عاده يسوونه يعني على النار على اليمر عشان شي يلفونه بورق الموز بس احنا بالفرن ونحطها هي كلها على ورق الموز. نحطها كذي ان شاء الله. نحطها كذي وهذا صارت شلون؟ يسلم ايدك. يسلمك. يعني عشان اذا كذي تقولون بسوي شيء ابهر فيه الموجودين ابطل لكم شوي المفاجاه اللي داخل. وريحتها بينت اظن مشويه عجيبه. أهم نفس الشيء. ما تعلمت ايش مسوينها؟ اي زين ابو داوود يصير نفس الشيء بس على الحمى. الحمى ليش لا؟ اي على اللحم بعد لذيذ يطلع تاخذي من الكتف على عداله او الفخذ نفس الشيء وسوي نفس الطريقه. والله وناسه. وان شاء الله تعجبكم. الحين ما بقى علينا الا نغرف ونذوقهم. نرد لكم. بيبي هذا الاكل كم استوى؟ ايش بتحبين تجربين قبل؟ الفقع، الدياي ولا حطيت من كل شيء قطعه؟ الفقع. ولازم يتوثق على السناب عندي. السناب نعم. ايه. هذا الفقع باللغاويس. باللغاويس استنى بالصحن قريب. بيبي شيل القفشه القفشه شيل. لا اتس اوكي. الله شكله عجيب. حالاته ياخذون زوم على اللغاويس. اوف اوف اوف. وهذا حق اختي نوال. تسلم يدينك. يعطيك العافيه يا ابو داوود. مريم يلا جربين الفقع ولا دياي اول؟ ابو داوود هذه اريح لك ولا؟ اي اتس اوكي انا اسميها دياي بعد شوي.
دياي وداود. هذا الطبعة الجديدة، الكتاب الجديد. اي نزل، شوفوا على وجهكم الطيبة. اليوم وصل لنا الكتاب في الجزء الثالث، وطبعا كل واحدة منكم لها هدية. فضل. مشكور. اي مريم استانسة كل يوم طبخة. وين صحنك انت؟ تبي نص ال ها صدق؟ اي تبين؟ والله العظيم عجيب. شكرا. عجيب عجيب. شكرا. اللقاويص هذه، الساور كريم والجبن، هذا عجيب. والجبن والكريمه. نعم. الكريمه عجيبه. صح. لا هذه صدق مالت رمضان، لازم نسويها. عاد عندنا فقع بالبيت اشوى. يلا خوش. ايه؟ الحين بنقص الديايه هذه كذي. لا كذي. وبيبي شوفي نفس اللازانيا فوق. ايه كذي تتقطع الفقع. الله يسلم عمرك. اول شيء نقعه بالماي يعني خف عنا الطين، عقب نقشره تقشير خفيف مو مثل البطاط. اوكي. زين ما تقبل كذي. تشمين الريحه داخلها شلون؟ راح احب الكبده من اليوم. زين انت جربي بس شوي. راح اجربها. خذي الشوكه، جربي الديايه، مو لازم الجوده، جربي الديايه. يلا. ديايه ذايبه. شلون طعمها؟ لازم اذوق. تسلم ايدك. لذيذه. تسلم ايدك بالطبخه. يعني تراوالي هذا الموز. ايوه الديايه. قصه فخذ ولا استدر؟ ما يهم اي شيء براحتك، كل شيء منك حلو يا ابو داود. كله حلو، كله ذايب. هذا الخيط مال الخيار. كماري ما قصرت. ذايب ذايب كله شهوه. ما تقصر. وحطش من الحشوه اللي انت تحبين الجبده. راي صدر ولا فخذ عجيبه. خيط. تدري شنو؟ في شويه من كنا حشوه السمك شوي. اي لان في كزبر. وش بنت؟ اي اي ذوقين الكبده ولا لا؟ نو؟ كرامبري اللي فوق مع اليوز. ان شاء الله عجبكم. عجيب. تسلم ايدك. انا ابي شوي من الفرقاعه شوي. الفرقاعه؟ اي نسيت انا ما حطيتها. لا سمعتها الكويت فرقاعه. ايه. الحين نقصتكم هذه وصلت عندكم، هالباقي وين بيروح؟ في ناس مساكين يعني. خلاص انا اتركها لك. ايه. النقصه وصلت مني لهم وهي بتوصلها. ايه. ونعم الله عليكم ونشوفكم ان شاء الله على خير ونقصه جديده وفي امان الله. بنتشكر من اختي نوال وبيبي الله يسلمها ومريم في امان الله.